Estee Lauder Advanced Night Repair. خلصت من الفيس سيروم وببلش مع الآي سيروم. نتخيل وجهنا مثل التفاحة، إذا انقرمت ونحطت بمكان تتأكسد. كريم الأنتي أوكسيدنت من أستي لودر يحتوي على حماية من الشمس، يحتوي على SPF 15% وما يخلي الفاونديشن ينقلب رمادي. بستخدم فاونديشن 3W2، الفاونديشن فول كفرج ودبل وير. الدمج لازم يكون بسرعة ويحتوي على حماية SPF 10. الكونسيلر من نفس لاين الدبل وير رقمه 3W. ميزة الكونسيلر إنه ما يخطط. الدرجة الثانية 2W بنسوي الليفتنج تكنيك. والحين بستخدم برونزر ميديوم ديب 03. سمتوس إكستريم ماسكارا ميزتها تكثف القماش. ليكويد مات ليبستيك رقمها 401. And this is the final look from the Bronze Goddess with Estee Lauder. Hope you like it.